السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت معكم، جيت ندير واحد الفيديو قصير ونعطيكم واحد الاقتراح، يعني اللي بغى يشارك معنا ان شاء الله يدخل معنا لواحد المشروع، يعني اكثر النساء. علاش كنقول النساء؟ لان النساء تبارك الله ما شاء الله يعني هما اللي بارزين بزاف هذا المجال ديال دي اكس ان. هي فرصه عمل صراحه، فرصه مجانيه يعني للنساء اللي جالسين في بيوتهم، يعني اللي ما عندهمش عمل، يعني ماشي ما عندهمش عمل، يعني طبعا اي امراه جالسه في الدار عندها وليداتها عندها راجلها عندها مسؤوليتها، اللي كتكون عندها باغا دير واحد الدخل اضافي، يعني دخل مالي وتحقق واحد الثراء يعني مالي وصحي ونفسي في نفس الوقت، يكون عندها واحد الدخل شهري، يعني حتى هي بحال الخاص ديالها، فوالا يعني حتى هي بحال يعني تشارك الاخت ديالها، يعني اللي كتخدم عليها برا وكتخدم في الدار. علاش لا، حتى حنا نقدروا نخدموا، حتى حنا نسيروا يعني حياتنا الاجتماعيه مع وليداتنا، وكذلك نقدروا نخدموا في هذا المجال اللي هو المجال الكوميرس، حتى هو راه الكوميرس هذاك، فوالا يعني البيع المباشر وغير المباشر. طيب فوالا، يعني هذه الشركه اللي كان يعني اللي كنصحكم انكم تنضموا ليها وتشاركوا فيها، وتنتم تكونوا فيها اعضاء، علاش لا، وتخدموا على راسكم ويكون عندكم واحد الدخل زوين، تحققوا فيها الامنيات ديالكم. يعني اي واحد كيحاول يحقق الامنيات ديالو، وكنظن دابا صراحه يعني اي حتى الناس اللي الموظفين العاديين يعني كيكون عندهم واحد الصالير قار، يعني هذاك الصالير يعني كيكون صعيب انك باش تحقق به الامنيات ديالك، صعيب انك دير به الدار، الطوموبيل، دير الوليدات، تسافر به على برا، يعني تحقق الامنيات ديالك، لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل، صراحه الحمل ثقال عليهم. وعلاش لا، كيف قلت لكم، علاش لا، زعما ما نحسنوش يعني المستوى ديالنا، الدخل ديالنا المادي، والحمد لله هذه الفرصه ديال الشركه ديال ديكسين ماليزيا، يعني الحمد لله جات بين يدينا، يعني ما غاديش نتعبوا كي تعبوا الناس اللي قبل منا، يعني الاعضاء اللي قبل منا. الاول كيكون شويه ديال الخدمه ودي شويه ديال هذا، من بعد كتولي كترتاح. فوالا، كترتاح وكتندمج مع الخدمه ومع الشركه، وكترتاح فعلا، كترتاح ملي كيرتاح جيبك، كيعمر جيبك، راسي نورمال كترتاح. والصراحه ملي كيكون عندك دخل واحد ماشي بحال كيكون عندك واحد الدخل فيه جوج. بغيت نجيب لكم تجربه ديال واحد جوج شبان تبارك الله، ديجو معنا تبارك الله، كيف كتشوفوا يعني هذا كيخدم مثلا في المجال ديالاش، انفوغرافيس، يعني عنده الخدمه ديالو وكيتوشي منها تبارك الله مزيان، ورغم ذلك يعني تسجل معنا توا في هذه الشركه، وتا هو كيطمح يحقق الطموح ديالو كاع اللي كيتمناو جميع الشبان يحققوه في المغرب. ومعنا واحد الشاب كذلك، الخدمه ديالو بخوتيز لونتير، ورغم ذلك تبارك الله تا هو يعني يحب انه يدخل معنا في هذه الشركه تبارك الله، وتا هو يحقق الاحلام ديالو، علاش لا، من جد وجد ومن زرع حصد. وهنا هنا كنقول لكم انضموا الينا لهذه الشركه الماليزيه باش يعني تاخذوا الصحه ديالكم اولا، الصحه، لان الصحه ما كتباع لا بالمال ولا ما كتقدرش الثمن طبعا، وكتحقوا الصح يعني الثراء المادي والثراء النفسي، وتبارك الله عليكم.